الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الله الباطنة وتوفيق الله عز وجل. ما زلنا في قراءة كتاب منحة المولى شرح القواعد المثلى، قواعد مثلى شيخنا محمد بن صالح الثمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة الرابع من الشهر، من شهر ربيع الأول لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة الأول من الشهر 11 لعام 19 و2000. وقد وقفنا على صفحة 3 بعد 300، المثال 15 من الأمثلة تستدلوا بها، احتجوا بها على أن أهل السنة عندهم تأويل، يعني عندهم تحريف. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. فصوتك أكثر شوي. قال المصنف رحمه الله تعالى: المثال 15، قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني الحديث. وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب. قال رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أهل التحريف يأتون بهذا المقطع من الحديث: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. الله يمرض؟ لا، الله جل وعلا لا يمرض. إذن تعطيه معنى آخر، يعني أنت أولت فأذن لنا أن نؤول، لا تنكر علينا التأويل وأنت تؤول. لكن من قرأ الحديث بتمامه يجد هذا المعنى واضح، أن ما أراد الله عز وجل بقوله عبدي مرضت أن هو الذي إيش مرض، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وإنما العبد فلان هو الذي مرض. واضح. نعم. قال رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. قال: والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به. فقوله تعالى في الحديث القدسي: من المتكلم؟ الله عز وجل في الحديث القدسي. نعم. فقوله تعالى في الحديث القدسي: مرضت واستطعمتك واستسقيتك، بينه الله تعالى بنفسه حيث قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض، وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان. وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله. والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به، وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله، والاستطعام المضاف إلى الله، والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه، لم يكن في ذلك صرف الكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث، كقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله. فالحديث واضح وليس فيه صرف للكلام عن ظاهره، لأن العبد يقول: ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين. لحظة شوي، لأن ما قلت قال الشارح، صح؟ ولذا ماذا كلام الشارح؟ طيب، قال الشارح: فالحديث واضح وليس فيه صرف للكلام عن ظاهره، لأن العبد يقول: ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين. قال: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت لو أنك أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ لم يقل عز وجل لأطعمتني، لأنه سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم،
نعم. هل قال الله عز وجل أو ما علمت أنك لو أطعمت عبدي لا أطعمتني؟ ما قال أطعمتني، إنما قال إيش؟ لو وجدتني عنده، لو عدته لو وجدتني عنده، لو أطعمته لو وجدت ذلك عندي. لم يقل إيش؟ لو أطعمته فقد أطعمتني، فقد أسقيتني، لم يقل ذلك. نعم. لأنه سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم، وهو القائل جل وعلا: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالحديث يفسر نفسه، فالذي استطعم ومرض واستسقى هو العبد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا صريح في أن الله سبحانه لم يمرض ولم يجوع، ولكن مرض عبده وجاع عبده، فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدتني عنده. فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. إلى تأويل، صحيح. نعم. قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله، أي يتصدق في سبيل الله، وسمى الله عز وجل ذلك قرضا، لأن حق المقرض أن يرد له القرض، فأوجب الله عز وجل على نفسه أن يرد القرض له بإحسان، فيعطي على الحسنة 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله واسع عليم. وليس المعنى أن الله عز وجل بحاجة إلى قرض حتى يسد حاجاته فيطلب من الناس قرضا، فلا يفهم هذا إلا من انتكست بصيرته. صحيح. ما في حد يفهم إيش من ذا الذي يقرض الله قرض حسنة أن الله بحاجة للعبد يطلب منه قرضا حتى يقرضه، لا، وإنما يقرض الله قرض حسنة يعطي عبدا محتاج من عباد الله بأمر الله عز وجل وبترغيب الله له على ذلك، فإذا استجاب فإن الله يجازيه بالحسنة 10 أمثالها، من جاب الحسنة فله 10 أمثالها. هذا هو المقصود. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون، إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. واضح. طيب، الخاتمة. الخاتمة: إذا قال قائل: قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين؟ وقد قيل، يعني بلا دليل، قيل. قال الشارح: قال الشارح حفظه الله تعالى: من ذا الذي عمل إحصائية للأشاعرة؟ من الذي عمل إحصائية للأشاعرة؟ قال بأنهم يمثلون خمسة وقال بأنهم يمثلون 95%. وكيف عرف هذا؟ لا شك أن هذا زعم باطل. ولا لا، واضح أنه باطل ولا لا؟ من هذا العمل إحصائي ولفع المسلمين واستخرج بهذه إيش النسبة الدقيقة؟ أن 95% من المسلمين، بعضهم يقول من أهل السنة، أشاعر ما تريدية، بعضهم يقول أشاعر، يقول أشاعر ما تريدية، صعب جدا هذا. وتكمن الصعوبة أيضا يا أخوان من أين أكثر؟ يعني كونك لازم تكون مريت عليهم كلهم وخذت إحصائي وحسبتهم، هذا واضح أنه كذب، صح؟ لكن أيضا مما يصعب هذه المهمة اللي هي مستحيلة أن عقيدة الأشاعرة ما هي؟ عقيدة كلامية معقدة. هل يعقل هذه العقيدة المعقدة اللي هي من إنتاج عقول البشر؟ 95% من المسلمين أو من أهل السنة، ها،
فهموها واعتقدوها. إذا كان الأشاعرة أنفسهم مختلفين في عقيدة الأشاعرة، يعني لا تظن الأشاعرة كلهم على قول واحد، أيضا اختلفوا في تفسير أقوال أئمتهم، هذا يقول كذا كالمذاهب الفقهية. الآن مثل المذاهب الفقهية، مذهب أحمد في عدة روايات، في عدة أقوال، ليس يعني لم يؤثر عنه إلا قول واحد، وفي أقوال أصلا لم يقلها إمام أحمد، لكن على قواعده من طلابه من أتباع المذهب خرجوا على أقواله مسائل أخرى، وكلها تسمى مذهب الإمام أحمد، مع أن لم يقل كل ما ورد في مذهب الإمام أحمد قاله الإمام أحمد، بل تجد الإمام أحمد أكثر من رواية، قد يكون بعض محفوظ بعض غير محفوظ، قد يكون قال قولا ثم تراجع عنه. والشافعي مشهور جدا كلامه أنه إيش الشافعي، فقه الشافعي الجديد فقه الشافعي القديم، يقول قوله كذا في القديم وقال قول آخر في الجديد، لأنه كان في العراق ثم سافر مصر فاستجدت له مسائل فتراجع عن بعض مسائل كان يقول بها بالعراق. فكما أن المذاهب الفقهية فيها أقوال، المذهب الأشاعرة مذهب عقدي أيضا فيه أقوال، وعلماء الأشاعرة أنفسهم اختلفوا في تحديد بعض كلام أئمتهم، وهو عبارة ربما تقريبا 50 عقيدة قال به الأشاعرة مسائل عقدية معقدة، من ذا الذي يستطيع أن يفهمها؟ وهم اختلفوا في فهمها، حتى يأتي واحد ويجازف هذا المجازفة ويقول كم 95% من أهل السنة أشاعرة، يعني هذا عليه علامة الكذب والوضع هذا القول. لما؟ كيف عرفت؟ عملتم إحصائية؟ من هذا الذي قام ولف على المسلمين وعمل إحصائية وعرفنا 95؟ من هذا؟ أعطوني اسمه، ما هي إمكانيته؟ هل كان له فريق كبير؟ هل هو طاف بالعالم؟ المسلمون في كل مكان، واضح أن الخبر كذب ولا لا؟ هذه ناحية. ناحية ثانية أن عقيدة الشاعر مختلفة فيما بينهم أصلا. الأمر الثالث أن عقيدة الشاعر عقيدة معقدة كلامية، هي أصلا يعني مقتبسة خليط ما بين عقيدة جهمية والمعتزلة، فليعقل هذه العقيدة بهذا التعقيد؟ ها يعتقدها كم؟ 95% من المسلمين، بعضهم يقول لا من أهل السنة، يعني مش من المسلمين، لأن حتى تعداد المسلمين تدري يدخل فيه من؟ كل من ينتسب الإسلام، الرافضة، الصوفية، الأحباش، الإباضية، حتى عند بعض الناس الدروز يعتبرون، والعلوية، كل هذا يسمونهم بالإحصائية العامة يسمون إيش؟ مسلمون، يعني ما هم نصارى، ما هم يهود، ما هم هندوس، لكن كثير منهم اسموا على الإسلام، ليس لهم من الإسلام نصيب، كالدروز والباطنية من الفاطمية ومن إسماعيلية ومن قرامطة من علوية، هؤلاء هذول ما لهم بالإسلام شيء، بعيدين كل البعد. فعلى كل حال الخبر هذا الكذب عليه ظاهر جدا. أي خبر؟ قولهم أن إيش نسبة الأشاعرة في المسلمين كم؟ 95%. نعم. قال حتى لو كان 95% أشاعرة فلا يلزم هذا أن الحق مع الأكثر، والله تعالى يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يعني الكثرة ليست عبرة، العبرة بموافقة الكتاب والسنة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وكيف يكون باطلا، وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري، كيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قلنا الجواب عن السؤال الأول أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. صح. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات،
وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة، وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. قال الشارح: الصدر الأول من الإسلام ليس فيه طيب. يعني قبل أن يخلق الله أبو الحسن الأشعري، ما اسمه أبو الحسن؟ علي ابن إسماعيل الأشعري، يعود نسبه إلى أبي موسى الأشعري الشاعر الصحابة اللي أتوا من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عاش في آخر القرن الثالث وتوفي في أول القرن الرابع، يعني تقريبا 30 و300 توفي هكذا أو 33 كذا. طيب الشاهد، طيب إذا كان هذا مؤسس العقيدة الأشعرية اللي هو أبو الحسن الأشعري المنسوب له عقيدة الأشاعرة، ما خلقه الله إلا آخر القرن الثالث، فكيف يكون إيش عامة المسلمين و95% من المسلمين أشاعرة؟ هل هم يحسبون الأحياء الأموات ولا فقط الأحياء؟ عادة يحسبون إيش الأحياء الأموات، فذاك يستدعي يقول فلان أشعري وفلان أشعري وفلان أشعري. طيب أول ثلاث قرون عهد الصحابة ومن والتابعين لهم بإحسان، من التابعين تابع التابعين، يعني قل 250 سنة ما في ولا أشعري، لأن الأشعري لم يخلق آنذاك، حتى لو ولد مثلا 250 مثلا، أنا الآن لا أذكر متى ولد، كان صغيرا صح، بعد ما ترك مذهب الاعتزال وأتى بمذهب الأشاعرة، ثم هو أيضا تخلى عنه، والأشاعر لا يسلمون بذلك بأنه قد تخلى عن مذهب الأشاعر، لأنه مر بثلاث مراحل، مرحلة الاعتزال ثم الأشعرية ثم رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وبقي عليه بعض الملاحظات قد نبه عليها بعض مؤلف كتابين في ذلك. المهم طيب أين الفترة اللي قبل أن يخلق أبو الحسن وقبل أن يخرج مذهبه، على ماذا كانوا؟ ولاحظ هذا هو العصر الذهبي من عصر الإسلام اللي فيه من؟ فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فيه الخلفاء الراشدين الأربعة، فيه أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فيه المهاجرون، فيه الأنصار، فيه طلابهم أئمة التابعين ابن المسيب وغيره، هؤلاء كلهم ما كانوا أشاعرة، فكيف يكون مذهب الأشاعرة هو الحق، وكيف يكون 95% من المسلمين على مذهب الأشاعرة؟ هذا أشبه ما يكون بماذا يا أخوان؟ بمن يقول كان إبراهيم يهوديا أو كان نصرانيا. تاريخيا من كان قبل من؟ إبراهيم عليه السلام قبل موسى وعيسى ولا بعدهما؟ قبلهما، حتى يلقب بماذا؟ بأب الأنبياء صح؟ فجعل الله من ذريته الأنبياء من بعده، فموسى وعيسى بعد إبراهيم عليه السلام عليهم السلام جميعا، فكيف يقال عن إبراهيم أنه كان يهوديا أو كان نصرانيا؟ يصلح هذا؟ ما تركب أبدا. وهكذا كيف يقال أن مذهب الإسلام مذهب كتاب والسنة هو مذهب الأشاعرة وهو أصلا محدث بعد ما يقارب ثلاث قرون؟ كيف؟ بعيد جدا جدا. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: صدر الأول من الإسلام ليس فيه أشعري واحد، بل حتى المؤسس نفسه لم يكن مخلوقا حينها. نعم. قال بعض الناس إن الصحابة كانوا أشاعرة، فنقول كيف هذا وأبو الحسن الأشعري ولد بعد زمن الصحابة؟ قالوا كما يقال قراءة حفص، وهي قراءة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، فنسبت إلى حفص، مع أن حفصا أخذها عن شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخذها عن حفص. فكذلك الصحابة أشاعرة، وكان أبو الحسن الأشعري قد أتى بعدهم، فنقول هذا كلام باطل واستخفاف بعقول الناس، لأن قراءة حفص أخذها عن مشايخه بالإسناد المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنسبت إليه، لأنه هو الذي فنسبت إليه لأنه هو الذي أظهرها وأشهرها، مثل ما يقال إيش حديث البخاري هي حديث من؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نسبت البخاري باعتبار هو الذي جمعها وصنف فيها كتابا، فيقال أحاديث البخاري، أحاديث مسلم، أحاديث الصحيحين. فإذا قيل قراءة حفص أو ورش أو ابن كثير، ابن كثير مصعب التفسير لا أحد القراء،
فلا يراد به أنه هو إيش الذي أتى بها، وإنما هو سمعها من شيخه، والشيخ سمعها من الشيخ، والشيخ إلى الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل عقد للشاعرة هكذا أخذ أبو الحسن الأشعري عن شيخه، والشيخ عن شيخه، والشيخ 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 عن الشيخ إلى الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب كلا. فشوف التلبيس، قال نعم. قيل له واحد من المعاصرين، هل الصحابة كانوا شعرا؟ قال نعم. أمال إيه؟ كانوا شعرا. شو كانوا شعرا؟ وما خلقوا وما خلقت الأشاعرة والأشعريون أصحاب العقيدة الأشعرية إلا بعد عهد الصحابة. كيف الصحابة الأشاعرة؟ قال كما يقال قراءة حفص، وهي إيش؟ قرآن قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، عهد الأشاعرة كذا كما يقال قراءة حفص. عرفتوا كيف يستدل؟ استدلاله صح ولا باطل؟ باطل، لأن حفص ما اخترع قراءة من 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 هواه، وإنما قرأها، والسند موجود، قرأها عن فلان، عن عاصم، عاصم عن فلان، 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 إلى الصحابة، إلى في سند إلى عثمان، في سند إلى علي رضي الله عنهم جميعا، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأشاعرة لا، عقد الأشاعرة ليست كذلك، ما فيها سند منسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال لكن عقيدة أبي الحسن الأشعري لم تكن موجودة في الصدر الأول حتى يقال الصحابة أشاعرة، وإنما هو وأمثاله استخرجوها من عقولهم، فكيف يقال إن الصحابة أشاعرة، وكيف ينسب الأول إلى الآخر؟ فهذا لا يمكن. نعم. قال المصنف رحمه الله: والجواب عن السؤال الثاني أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ. هم أنفسهم ما يقولون إيش؟ لسنا معصومين، فكيف يتمسك أحد بعقائدهم يقول هي الحق وهي عقيدة السنة والجماعة وهي كتاب السنة؟ بعيد جدا. نعم. بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه، وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقرره ويناظر عليه، ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم. المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية من المجلد 16 في مجموع الفتاوى لابن قاسم: والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية، أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. انتهى كلامه. المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث الذين إمامهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، كما قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهو من آخر كتبه أو آخرها. قال الشارح: الأشاعرة المنحرفون الآن ينكرون أن يكون أبو الحسن تراجع إلى مذهب السلف. ولذلك ينكرون نسبة كتاب الإبانة إلى أبي الحسن الأشعري، وكذا ينكرون نسبة كتاب رسالة إلى أهل الثغر، وفيه أثبت الأشعري الصفات الفعلية لله. نعم. طيب، إذن من الذي أبرز مذهب الأشعري اللي تراجع عنه والناس الأشاعرة ينتسبون إليه؟ المشهور ذاك من؟ اللي هو الباقلاني والرازي والغزالي، أبو حامد الغزالي أو الغزالي، واضح؟ هؤلاء اللي اشتهروا في مذهب الأشاعرة وأبرزوه وتبعوا من تبعهم، واضح؟ طيب، ابن حجر والنووي، كثير من الناس ما أنت تتكلم بكلمة قال يا أخي ابن حجر كان أشعريا والنووي كان أشعريا،
طبعا هؤلاء أئمة حديث وفقه، لكن ما كانوا أشاعرة متعصبون لما كانوا أشاعرة متعصبين للمذهب الأشاعرة، وإنما وقعوا في بعض التأويلات أخطأوا وخالفوا مذهب أهل السلف، خالفوا مذهب السلف. لكن هب سلمنا جدلا أن ابن حجر وأن النووي كانوا أشاعرة، طب هؤلاء متى خلقوا؟ هل ابن حجر كان صحابيا أو كان نووي تابعيا؟ الجواب لا، هؤلاء بعيدين جدا عن عهد النبوة. يعني ابن حجر توفي سنة كم؟ 52 و800، يعني في منتصف القرن التاسع، فلا يستدل به على أنه أشعري لو كان أشعريا لو سلمنا، ويكون عقد الأشاعرة عقيدة صحيحة ومستقيمة لأن ابن حجر كان أشعريا. وإذاك إن قال لك قائل ابن حجر قل له أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إذا تريد أن تقارن أين ابن حجر لأبي بكر الصديق؟ إن قال لك النووي قل عمر الخطاب، إذا قال لك ابن عساكر قل له عثمان بن عفان، إذا قال لك البيهقي قل له علي بن أبي طالب. إذا أردت أن تسمي الرجال فعندنا من الرجال على مذهب السلف اللي أجمعوا على عقيدة السلف خلفاء الراشدين الأربعة، علماء الصحابة، أمهات المؤمنين، كل أولئك وطلابهم وتلاميذهم ما قالوا بعقيدة الأشاعرة، ما قالوا بعقيدة الأشاعرة. ولذلك هم يزعمون أنك إذا قلت الأشعرية ليست على السنة أنك طعنت بالعلماء، طعنت ابن حجر. أنا ما طعنت ولا شيء، بعد أنا أستطيع ألزمك بكذاك وأقول أنت طعنت بأبي بكر الصديق، وأقصد ما كان أشعريا، لم يؤثر عنه قط أنه قال استوى استولى، ولم يؤثر عنه قط أنه نفع علو الله عز وجل. إذا أنت تطعن بابن حجر، ولو سلمنا أن هذا طعن لكان الطعن بأبي بكر الصديق أكبر بكثير من الطعن بابن حجر، ونحن لم نطعن لا بابن حجر ولا بأبي بكر الصديق، ولكن نقول الحق ما جاء في الكتاب والسنة، وسلف الأمة أجمعوا على إثبات الصفات على ظاهرها من غير هذه التحريفات التي ذهب إليها الأشاعرة. واضح؟ طيب كمل. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال في مقدمته: جاءنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بكتاب عزيز. من قائل؟ في الحسن. ها؟ أبو الحسن الأشاعري. نعم. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. جمع فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى، وفي الجهل تردى، وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أن قال: فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه. فنبذ كثيرا ممن غلبت شقوته واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، وعدلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم، وأبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثم ذكر أصولا من أصول المبتدعة وأشار إلى بطلانها، ثم قال: فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا تدينون، ليست تدينون، تدينون. الله عليك. نعم. وديانتكم التي بها تدينون. يخطئ في كثير من الناس، وسبق أن أخطأت أيضا. يقول: أدين الله ولا أدين الله؟ تقول أدينه، يعني إيش؟ جازيته كما قال أدانته المحكمة، صح؟ فأنت تدين لا تدين. تدين يعني تغرمه أو تجازي جزاء. فديانتكم التي بها تدينون لا تدينون. واضح؟ نعم. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها
التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون. وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل. ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق. أقرأ الحاشية. قال الشيخ الثامن رحمه الله، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله الرئيس الكامل ليس فيها محظور شرعي، لأنه يعني كامل بالنسبة لمن بعده أو بالنسبة لأهل التعطيل وما أشبه ذلك. وإلا فمن المعلوم أنه لا يريد أنه كامل ككمال الله. طيب، قال الشيخ فوق: قال المصنف: ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق، وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات، وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من عقيدته، والتزموا طريقة التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير والكلام له، إرادة، وكذاك السمع والبصر، على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها. أن حتى إثبات هذه الصفات السبع ليس لدلالة كتاب والسنة عليها، وإنما قالوا العقل دل عليها. العقل دل عليها. نعم. قال الشارح: أثبت أهل السنة والجماعة هذه الصفات السبع لله عز وجل لأنها ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة، أما الأشاعرة فأثبتوها عن طريق العقل. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شأن الأشعرية من المجلد السادس من مجموع الفتاوى لابن قاسم، قال: ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك، فهذا يعد من أهل السنة. وقال قبل ذلك: وأما الأشعرية فعكس هؤلاء، وقولهم يستلزم التعطيل، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وكلامه معنى واحد، ومعنى آية الكرسي وآية الدين والتوراة والإنجيل واحد، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. انتهى كلامه. قالت: القرآن والتوراة والإنجيل كله واحد، لأن أصلا عندهم الله ما يتكلم، وإنما كلامه نفسي، كلام نفسي، يعني ربنا ما تكلم به حقيقة، أنه شيء في نفسه يقال عنه كلام، وهذا باطل. الله تكلم: وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال: طيب حتى يسمع كلام الله، وراح يسمع إيش؟ قراءة محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح يسمع قراءة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقرأه كلام نفسه ولا كلام الله عز وجل؟ ها، كلام الله عز وجل. لو كان القرآن كلام النبي عليه الصلاة والسلام لصدق المشرك عندما أو المشركون عندما قالوا: إن هذا إلا قول البشر. صح؟ ماذا قال جل وعلا؟ قال: سأصليه سقر. لما قال سأصليه سقر؟ لأنه قال عن القرآن: إن هو إلا قول البشر، ليس إن هذا، إن هو إلا قول البشر. قال جل وعلا: سأصليه سقر. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يتلوه، لكن ينسب الكلام إلى من تكلم به. ولذلك لو أن شخصا ما دخل مسابقة شعر، اللي عندك قصيدة يتقدم، فأتى واحد حافظ له قصيدة للشاعر فحل كبير مشهور، قصيدة قوية، فشارك فيها، استحق عليها جائزة؟ ها، استحق ولا يستحق؟ لما؟ قصيدة جميلة ومعاني وألفاظ ووزن، يستحق ولا يستحق؟ لا يستحق. لما؟ ماذا سيقول اللجنة؟ هذه ما هي قصيدتك، صحيح أنت تلوتها، أنت ألقيتها، لو قلت قصيدة فلان من القاء فلان يقبل منك، أما تقول قصيدتي شعري، فإذا الكلام ينسب إلى من تكلم به أولا، الناقل له، القارئ له، المؤدي له، لا ينسب له. ولو نسب للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن لصح أن يقال إن هو إلا قول البشر. فلذلك لما قالوا كلام الله نفسي،
وإنما عبر عنه بهذا القرآن، بعضهم يقول عبارة عن كلام الله، بعضهم حكاية عن كلام الله، فصار حينئذ يعني في الحقيقة أن النتيجة أنه الله جل وعلا ما تكلم والقرآن ليس كلامه، نسأل الله العافية. ولا شك ولا ريب الأدلة الظاهرة بأن الله يتكلم والقرآن كلامه، وذلك من أقوى الأدلة أن يقال من الذي قال لموسى عليه السلام إنني أنا ربك، إنني أنا الله، من هذا؟ ها؟ يصلح لكل أحد غير الله عز وجل؟ يا موسى لا تخف، أقبل ولا تخف، إنني أنا ربك، من اللي قال؟ رب يقول وكلمه ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ماذا قال له؟ قال يا موسى إني أنا الله، إني أنا ربك. ما يصلح أن يقول يكون القائل غير غير الله، ما يصلح أبدا. بل لو قال قائل لموسى عليه السلام إني أنا ربك لكان هذا أكبر كافر، لأن الرب هو الله عز وجل، ما يصلح أحد يقول لأحد إنني أنا الله، إنني أنا ربك. فدل على أن الذي تكلم ونادى موسى وناجاه وناداه وقربه نجية وقال أنا ربك هو من؟ هو الله عز وجل. إذن الله يتكلم بحرف وصوت حتى موسى سمعه. لذا ماذا يلقب موسى عليه السلام؟ بماذا؟ بكليم الرحمن، لأنه فعلا كلمه الرحمن وسمع كلام الله عز وجل. طيب، وقال تلميذه ابن القيم في النونية من شرح الهراس: واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان، إلى أن قال لمن له عينان كمل فاعجب إلى أن قال فاعجب لعميان البصائر أبصر كون المقلد صاحب البرهان، ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان، وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان. قال الشيخ محمد أمين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان على تفسير آية استواء الله تعالى على عرشه التي في سورة الأعراف: اعلم أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين، فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث، وقالوا يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا. قال: ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بمظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله تعالى والقول فيه بما لا يليق. نعوذ بالله، التمثيل كفر. يقول من مثل الخالق المخلوق فقد كفر، ثم يقول ظاهر القرآن يدل على التمثيل لازم أن نؤوله. إذا كان التمثيل كفرا وهو كذلك، فكيف ينزل الله كتابا هدى للناس، شفاء، ذكر، حجة، هداية، يجعل ظاهره كفرا؟ يحتاج إلى ماذا؟ الظاهر كفر يحتاج إلى تأويل. أن يقال هذا في حق كتاب الله أن ظاهره كفر فلذاك احتجنا إلى تأويله؟ كتاب أحكمت آياته من إحكام الله للقرآن أن جعل ظاهره دال على التمثيل، معقول هذا؟ أيعقل هذا؟ هذا باطل. كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيم الحكيم الحميد ظاهره يدل على التمثيل، ظاهره يدل على الكفر على الباطل، معقول؟ أيعقل هذا؟ هذا سوء ظن بالله عز وجل. بل لو أن كلام الناس ظاهره الباطل ظاهره الكفر ما قبل. يعني بعض الناس قد يقول كلمات ظاهرة، قال لا أنا ما أقصد كذا. طيب ما تقصد كذا، لما قلت هذه الكلمة التي ظاهرها الباطل؟ كان بعض اليهود يقول النبي صلى الله عليه وسلم راعنا من الرعونة، يعني إنسان غير سوي في أخلاقه. معنى كلمة راعنا كلمة تحتمل معنيين، هذا وهذا، يعني انظرنا انتظرنا. فلما كانوا يستعملون هذا الاستعمال الباطل، ربنا جل وعلا أمر المسلمين أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يا أيها الذين لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يتجنبوا الكلمة التي احتمال فيها احتمال. فكيف عاد ينزل الله قرآنا ظاهره التمثيل ظاهره الكفر؟ فنحتاج إلى
إلى تأويله يعني إلى تحريفه. هذا ظن سيء جدا، من أسوأ ما قالها البدع عن كلام الله، أن ظاهر التمثيل. طيب والتمثيل ما حكمه؟ كفر وباطل. عقول ينزل الله كتابا ظاهر الكفر والباطل حتى يحتاج إلى تأويلكم؟ نسأل الله العافية. أي كلمة في حق المخلوق فضلا عن الخالق توهم باطلا، المفروض نعدل عنها إلى كلام لا يحتمل، والكلام كثير، مفردات كثيرة. طيب كم آية ظاهرها التمثيل؟ كم آية ينزل الله ظاهر التمثيل؟ آية، آيتين، ثلاث، أربع، كثير من الآيات، آيات الصفات كلها يكون ظاهر التمثيل إن أولها. سبحان الله، صار أكثر القرآن، لأن أكثر القرآن يتكلم عن الله عز وجل، أكثر القرآن إيش جعله؟ ظاهر، جعله ظاهره باطلا، ظاهره دال على التمثيل، ظاهره دال على الكفر، نعوذ بالله، هذا لا يجوز أبدا. وأنا أذكر يعني من المواقف السيئة اللي مرت علي جدا جدا، واحد يتكلم عن تعدد الزوجات فقال لا خلك موحد، يعني زوجة واحد موحد. فقلت له هذا دكتور، دكتور شرعي، فقلت يعني والمعدد ما هو موحد؟ قال لا المعدد مشرك. قلت أعوذ بالله، قلت للنبي صلى الله عليه وسلم معدد، قال النبي أكبر مشرك. يا الله أكاد يغمى علي أنا، هذا كلام؟ هذا يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هذا ما قصد ليش انه مشرك يشرك بالله، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم، حسبكت وانا اقول لكم السالفه، شوف النبي صلى الله عليه وسلم سيد الموحدين ولا لا؟ اكثر الناس اخلاصا لله عز وجل وتوحيدا، ولو يعتقد ان النبي عليه الصلاه والسلام اشرك بالله مشرك بالله هذا كافر يصير. لكن يقصد ايش؟ مشرك يعني اشرك شرك بالزوجات. لكن هذا اللفظ يقال في حق النبي عليه الصلاه والسلام؟ يعني ضاقت عليك الدنيا ما وجدت الا تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم اكبر مشرك هكذا؟ هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عبد لله. فكيف اذا يقال في حق القران اللي هو كلام الله ان ظاهره دال، ها، دال على التمثيل، على الكفر، على الباطل، فنحتاج الى تاويله؟ شوف نحمد الله على قتل السنه، والله احمده الله على قتل السنه، نسال الله العافيه. نعم. قال الشارح: جعل أهل البدع ظاهر كلام الله عز وجل دالا على التمثيل، والتمثيل كفر، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، فمن جعل ظاهر كلام الله تمثيلا فقد جعل ظاهر كلام الله كفرا، وهذا من أبطل الباطل، فكلام الله حق وكلامه صفته، وهو أعلم بنفسه، فقد أثبت لنفسه الصفات كما يليق بجلاله. نعم صحيح. كم باقي من الكتاب؟ يكفي درس واحد الجاي؟ طيب ناخذ بعد شوي، طيب عشان نجعل هذا الدرس يكون قبل الأخير يقدس الأخير. نعم. قال المصنف رحمه الله: والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لم يبين حرفا واحدا من ذلك، مع إجماع من يعتد به من العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، وأحرى في العقائد لا سيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين، حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه ما لا يليق والنبي صلى الله عليه وسلم كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه، وكل هذا من تلقاء أنفسهم. هذا يلزم لهما، يعني يلزم كلامكم أنه ظاهر كفر، والنبي عليه الصلاة والسلام نزع عليه الكفر وتوفاه الله، ولم ينبه الأمة قلت هذا كفر يجب أن تصرفوه عن ظاهره، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. جعل القرآن ظاهره كفر، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم كاتما للحق، علم أن ظاهره كفر ولم ينبه أمته، مع أن الله أمره أن يبين، قال: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، ليش ما بين لهم؟ نسأل الله العافية. نعم. قال: وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة، سبحانك هذا بهتان عظيم. ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: أولا، إذا قال
إن ظاهر كلام الله عز وجل يدل على التمثيل، ومن ثم يجب تأويله في الحقيقة تأويله أي تحريفه، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا معناها استولى، لأننا إذا قلنا استوى مثلناه بالمخلوق. قلنا استوى مثلناه بالمخلوق. طيب ما الذي قال استوى أصلا؟ ما الذي قال؟ ما الذي قال الرحمن على العرش استوى؟ من؟ الله. كلام من هذا؟ كلام الله، آية قرآنية يعني. لا، وفي سبعة مواضع يذكر الله الاستواء، ولا مرة قال استولى، كله يقول استوى، يقول لا استوى لا يليق بالله، لأن هذا تمثيل المخلوق. طيب سبع مرات ربنا ينزل آية من القرآن فيها ذكر الاستواء، وسبع مرات ظاهر التمثيل، ظاهر الكفر، ظاهر الباطل، ولا مرة النبي عليه الصلاة والسلام نبه أن ترى هذا ظاهر كفر، لا سكت، هذا باطل، شوف البطلان، نسأل الله العافية. وذاك أنا قلت مرارا يعني، طيب النبي عليه الصلاة والسلام ولا مرة بين استوى معنى استولى، ولا في أي حديث، نريد حديثا صحيحا في البخاري في مسلم في أحدهما، في السنن في الجوامع في المعاجم في التاريخ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوى استولى، ما في، هم يصرحوا ما عندنا حديث. طيب ضعيف هذا، أعطنا حديث ضعيف راضين فيه، والله حتى حديث ضعيف ما يوجد في كتب السنة حديثا ضعيفا إن استوى معناها استولى. ويقول لو قلنا استوى مثلناه بالمخلوق، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يؤثر عنه ولا بحديث ضعيف أن قال استوى معناه استولى، كيف يصر إنسان على هذا الباطل؟ شيء عجيب، لكن هداية من الله سبحانه وتعالى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولو فكر أحدهم قليلا قال لماذا يقول الله في سبعة مواضع استوى ولم يقل ولا مرة استولى ولا مرة؟ ثم لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وعليه أنزل ما قال استوى معناها استولى؟ ثم الصحابة ممن روى القرآن، ممن شاهد تنزيل القرآن، أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ممن نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أصغر وأيسر وأدق السنن، روى أشياء عجيبة عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن التفاته، عن مشيته، عن طعامه، عن أكله، عن لباسه، عن رمحه، عن سيفه، عن شيبات لحيته، عن ما في شيء ما تركوه إلا ورووه، إلا هذا القرآن اللي فيه صفة الله عز الاستواء استوى ما قال، ولا واحد منهم بسند ضعيف عن أعرابي من الصحابة أنه قال استوى استولى. سبحان الله، شيء عجيب. طيب قال والذي دعاهم إلى صرف ظاهر لفظ القرآن إلى معنى آخر هو اعتقادهم بأن ظاهر القرآن يوهم أو يدل على التمثيل، والتمثيل كفر. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله إذا قلنا إن ظاهر القرآن المتبادر للذهن يفيد التمثيل إذن يفيد الكفر، وهذا باطل. ثانيا قال الله لنبيه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. طيب والنبي لم يبين في حرف واحد أن استوى معناه استولى، وقد أنزل الله عليه القرآن وفيه سبع آيات ذكر فيها الاستواء على العرش، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. ومن مهمته التي أمره الله بها أن يبين للناس ما نزل إليهم. هل بين؟ لم يبين. نعم. ثم قال لم يبين حرفا واحدا من ذلك، مع إجماع من يعتد بهم من العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو رأى منكرا في الآداب أو الأخلاق أو في الألفاظ، مثل أن يأكل أحد بشماله أو يتكلم بكلام فاسد، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليدعه، لأن سكوته صلى الله عليه وسلم إقرار. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر كل خطأ صدر من أصحابه، بل أبلغ من ذلك إنكاره كل خطأ يقع في عهده حتى وإن لم يكن أمامه، لأن الوحي ينزل عليه. فلا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله دالا على التمثيل، أي دالا على الكفر، ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يقل لهم ولو مرة واحدة إن اليد معناها القدرة، واستوى معناه استولى، وينزل ربنا إلى السماء الدنيا يعني ينزل أمره أو ملك من ملائكته،
ما قال هذا مع أنه واجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس؟ ولو فرضنا جدلا أن ظاهر القرآن يدل على الكفر، لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك، وأن يحذر أمته، وأن يقول لا تفهموا صفات الله عز وجل على ظاهرها. ولما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فنقول إذا كان هذا كفرا فكيف يسمع النبي صلى الله عليه وسلم الكفر ولا يبينه؟ صحيح، ما يمكن. نعم، كذلك لو فهم الصحابة خطأ أبعث الله جبريل عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يخبره أن الناس فهموا خطأ فيبين لهم، فرب العالمين يقيد صحابيا ولو أدنى واحد من الأعراض فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله سؤالا، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم كان يعجبهم الأعرابي العاقل حين يأتي ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يهابون النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا يكثرون عليه السؤال. نعم، فالله يعلم بأن ظاهر الكلام لا يدل على الكفر بل هو حق، وإنما يدل كلامه على إثبات الصفات على الوجه اللائق به. يقول الشيخ الشنقيطي ما معناه يلزم من كلام المحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ما في العقيدة من ضلال، وكان ظاهر الكلام كفرا، أي ظاهر القرآن يدل على التمثيل وهذا كفر، هكذا يقولون والعياذ بالله، أو أن ظاهر كلام الله موهم للتمثيل، حتى يأتي هؤلاء الجهلة ناس في القرن الثالث أو الرابع من المتأخرين فزعموا أن الله عز وجل أطلق على نفسه وصفا ظاهره المتبادر منه لا يليق به، ويقولون الله وصف نفسه بما لا يليق به، وهذا لا يمكن. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة، فالله لم يأذن لهم بالتحريف. قوله سبحانك هذا بهتان عظيم، والبهتان العظيم هو الذي يشير إليه الشيخ، وهو أن الرسول الكريم وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتم ولم يبين بأن ظاهر كلام الله عز وجل كفر وضلال، وترك الأمة على الضلال. سبحانك هذا بهتان عظيم. قال: ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. نكتب على القدر، والله تعالى أعلم. نتمم الكتاب إن شاء الله الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.